هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الرد على هذه الشبهة؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ويقول: القرآن منزل والحديد منزل، فكلاهما إذن مخلوق. الحديد منزل من الجبال، من المرتفعات ومن الجبال، وأما القرآن فهو منزل من الله. الله قال: كلام الله، حتى يسمع كلام الله. كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله وصف نفسه لأنه يتكلم، وأن هذا القرآن هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنسب الكلام إليه سبحانه وتعالى. وأما الحديد فهو منزل من مكان خاص، نزل من الجبال، مثل نزول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، إنزاله من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث، هذا إنزال خاص. فالإنزال يتعدد ويتنوع، منه ما هو إنزال من الله جل وعلا وهو كلامه ووحيه، ومنه ما هو إنزال من أمكنة خاصة. نعم، هذا ليس الإنزال معناه واحد في القرآن، يتنوع. هذا سائل يقول: رجل له أخت تجاوز عمرها 60 سنة. الله جل وعلا يقول: وأنزلنا من السماء ماء. إنزال يكون من السماء، يكون الإنزال من الجبال، يكون من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث، الإنزال يتنوع. نعم، هذا سائل يسأل: رجل له أخت تجاوز عمرها 60 سنة، وكانت ذاكرتها سليمة، وأصبحت غير قادرة على الكلام، فهل يجوز الاعتمار عنها؟ لا، تعتمر هي ولو كانت غير قادرة على الكلام، لأن العمرة طواف وسعي وتقصير، ولو لم تتكلم فعمرتها صحيحة. إذا طافت وسعت وقصرت من رأسها، أحرمت أولا، أحرمت ثم طافت ثم سعت ثم قصرت، هذه هي العمرة ولو لم تتكلم.